وسلم على محمد وآل محمد. اللهم نعادها ثانيا. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. ثالثا على حب الزهراء. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. جوالات على الصمت يا شباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وصل يا رب على محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا نور يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال.
أحوالي متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجة وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانه وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عمل القبيح بالحسن مبدلا غيرا. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فادح من البلاء أقلته وكم من عثار وقيته وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته. اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد آمالي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بخيانتها وبطالي. يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحجة علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاء. وألزمني حكمك وبلاءك وقد أتيتك يا إلهي
وإسرافي على نفسي معتذرا نادما معتذرا نادما معتذرا منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياه في سعة من رحمته اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شدي وثاقي يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وسالك برك بي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد أن طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى ضمائر حوات من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مذعنا ما هكذا الظن ما هكذا الظن ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا
فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها، وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين؟ يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي؟ لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته؟ فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي، صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك؟ وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك؟ أم كيف أسكر في النار ورجائي عفوك؟ فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآمنين، ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولأبكين عليك بكاء الفاقدين، ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين؟ يا غاية آمال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين، أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته، وهو يضج إليك ضجيج مؤمن لرحمته وينادي
بلسان أهل توحيد ويتوسلوا إليك بربوبيتك يا مولاي، فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلم؟ أم كيف وهو يأمل فضلك ورحمتك؟ أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه؟ أم كيف يشتغل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفا؟ أم كيف يتقلقل بين أطلاقها وأنت تعلم صدقا؟ أم كيف تزجر زبانيتها وهو يناديك يا ربا؟ أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها؟ هيهات، ما ذلك الظن بك؟ ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسان. فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحدي وقضيت به من إخلالي معاندي، لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كانت لأحد فيها مقرا ولا مقاما. لكنك تقدست أسماء، أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين، وأنت جل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون؟ إلهي وسيدي، فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها، أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته، أخفيته أو أظهرته، وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني، وجعل
جعلتهم شهودا عليها مع جوارحي وكنت أنت الرقيب عليا من ورائهم والشاهد لما خفيا عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير تنزله أو إحسان تفضله أو برا تنشره أو رزقا تبسطه أو ذنبا تغفره أو خطأ تستره يا Yeah.
ومن كان لي فكيد، واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك، وأقربهم منزلة منك، وأخصهم زلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك. وجد لي بجودك وعطف علي بمجدك، واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجا، وقلبي بحبك متيما، ومن علي بحسن إجابتك، وأقلني عثرتي، واغفر زلتي، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك، وأمرتهم بدعائك، وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا ربي نصبت وجهي، وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي، وبلغني مناي، ولا ترضى من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. يا سريع الرضا، يا سريع الرضا، يا سريع الرضا، يا سريع اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء. يا من اسمه دواء، وذكره شفاء، وطاعته ارحم من رأس ماله الرجاء، وسلاحه البكاء. يا سابغ النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين بالظلام، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد، وافعل بنا ما أنت أهله، ولا تفعل بنا ما نحن أهله، وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله، وسلم تسليما كثيرا يا أرحم الراحمين. صل يا رب على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. زيارة مختصرة عزيز النبي وأهل بيته عليهم السلام جميعا. أسألكم يا نتوجه إلى المدينة زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله. بسم الله الرحمن الرحيم.
أزور سيدي ومولاي نخري وذخيرتي في آخرتي ودنياي رسول الله صلى الله عليه وآله زيارة مني ونيابة عن والدي ووالدي والدي وإخوتي وأخواتي وأقربائي وجيراني والمؤمنين والمؤمنات، وعلى الخصوص من أوصاني بالدعاء وقلدني الزيارة طاعة قربة إلى الله تعالى. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا أبا القاسم يا محمد بن عبد الله، ورحمة الله وبركاته. السلام عليك سيدي ومولاي وعلى ابنتك فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا رسول الله وعلى أئمة البقيع الحسن الزكي المسموم، وعلي بن الحسين زين العابدين، ومحمد بن علي باقر العلم، وجعفر بن محمد صادق القول والفعل، ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا رسول الله وعلى عمك الحمزة وعلى أبيك عبد الله وأمك آمنة بنت وهاب ومرضعتك حليمة السعدية. السلام عليك وعلى أولادك القاسم والطاهر وإبراهيم. السلام عليك وعلى بناتك وعماتك وزوجاتك الطاهرات. السلام عليك وعلى فاطمة بنت أسره الهاشمية وعلى فاطمة أم البنين. عليكم مني جميعا سلام الله ورحمته وبركاته. نتوجه إلى العراق. السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا إمام المتقين وقائد الغر المحجلين. السلام عليك وعلى ضجيعيك آدم ونوح وعلى جاريك هود وصالح. السلام عليك وعلى ملائكة الله الحافين حول حرمك الشريف المستغفرين لزوارك، ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا عبد الله أيها الشهيد يا ابن رسول الله. السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. السلام عليك وعلى ولديك العليين. السلام عليك وعلى أخيك وحامل لوائك في كربلاء أبي الفضل العباس. السلام عليك وعلى نسائك المسبيات. السلام عليك وعلى ابن أخيك القاسم وعلى ابن عمك مسلم بن عقيل. السلام عليك وعلى أصحابك المستشهدين بين يديك. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحمتك.
عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار وعلى ملائكة الله الحافين حول قبرك الشريف المستغفرين لزوارك جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام على الإمام موسى بن جعفر الكاظم، السلام على الإمام محمد الجواد التقي، السلام على الإمام علي بن محمد النقي، السلام على الإمام الحسن بن علي العسكري، وعلى الملائكة الحافين حول قبوركم الشريفة المستغفرين لزواركم جميعا ورحمة الله وبركاته. زيارة الإمام رضا عليه السلام. السلام عليك يا غريب الغرباء وبعيد المدى وثامن الأئمة النجباء، السلام عليك يا سيدي علي بن موسى الرضا الراضي بالقدر والقضاء، السلام عليك وعلى أخيك القاسم وأختك فاطمة المعصومة، السلام عليك وعلى ملائكة الله الحافين حول حرمك الشريف المستغفرين لزوارك جميعا ورحمة الله وبركاته. وجميع قبل زيارة الناس. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمامي وإمام الإنس والجان، سيدي عجل الله تعالى ما وعدك من النصر وظهور الحق على يديك، وجعلنا من خيرة أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه، والسلام عليك يا مولاي وعلى آبائك الطيبين وأجدادك الطاهرين المعصومين ورحمة الله وبركاته. الله